أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن العقوبة الأمريكية المفروضة على بلاده ولدت أزمة طاقة ونقصا في الوقود، متهما واشنطن بالسعي لتجويع شعبه لانتزاع تنازلات سياسية منه، مشيرا إلى أن العقوبة تسببت بإلغاء وصول العديد من ناقلات النفط إلى الجزيرة. وطمأن الرئيس الكوري المواطنين بأن الأوضاع ستعود لطبيعتها في تشرين الأول المقبل، مبينا أن الوضع الراهن ظرفي ويقتصر على الطاقة.